93 مع السعوديه مش منهم كل خير. وبعدين كل واحد يعبر عن رايه، وانا جاي اعبر عن رايي ان انا بقول لجلاله الملك لابو متعش انت قلبك كبير، وصاحب السفير والقنصل انت يعني ما نقدرش نستغنى عن بعض، ودي مشكله فرديه. انت جاي منين عشان تشجع؟ ايه؟ جاي منين عشان تقول الكلام ده؟ جاي من المنوفيه، باجي له هنا كل يوم اقول له ابعت لنا السفير يا ابو متعب، كل يوم حاجي. طب قول لي انت ايه رايك نخرج من الازمه دي ازاي؟ نخرج من الازمه دي عوده السفير ومجلس الشعب يطلع كتتني مع لجنه الشؤون الخارجيه مع وزير الخارجيه مع وفد من نقابه المحامين، ويطلعوا على الملفات صوت وصوره ويبعدوها للناس صوت وصوره. تمام؟ لا نخرج من الازمه دي. وبعدين معنا هنا في الاف السعوديين مسجونين مقبوض عليهم برضه في مخدرات واخدين اعدام. انت فاهم ازاي؟ معايا؟ ويتحكم بقى القانون الدولي في القصه دي سهله، يعني اللي عايزين يحلوا هيحلوا. يعني بلاش الجنزوري ولا المجلس العسكري، ما همش فاضيين. مجلس الشعب، لجنه من الخارجيه تطلع وسامح عاشور مع اتنين محامين، وياخدوا اتنين من شباب الثوره كمان معاهم يا عم. واخد بالك؟ ويطلعوا على التحقيق ويتصور صوت وصوره ودان ودان. احنا بقى ممكن نطلب من جلاله الملك عفو، ممكن نقول له يعفى على اللي هناك كده يعني. انت فاهم ازاي؟ ممكن بحسب العلاقات والروح الحب. لو عايزينها تتحل هتتحل سهل، انا ممكن اروح احلها.